جلد بالمراسيم أفضل ام بجنا خد طوينن لبروان شهيدا وام سرساقية جمال باتي وان دخازن جهبال وهو قري وان دخازن شهداء الحرية شهداء اخوة الشعوب والانسانية رفاقي الاعزاء نحن اليوم نعيش لحظات تاريخية ونمر بامتحان صعب لا نملك القوة أو نساوم وسنقاتل وسننتصر ترساقية جمال باتا خموار دخازن وبتايبات شهيد شورشا سريك آنية شهيد جنگاش سريك آنية وكو ايرو ام دزانن لسريكاني شركي دجوار هات مشاندن ببرخداني ام واقع رمانا ام نابجن ايرو ام سريكاني دب 18 مكان وتاريخ الاستشهاد سريكاني 18 10